Tajuma Yorisi Renesi. Amen. Okoti Baba Dada Oli Alonjuma Lana Fiasi. Amen. Latori Bama Wa Loli Ati Go Gua Wanti Wa Soko Be Olanda Komosa Dawa Wa Pelu Wama. Amen. Olanda Mahama Wa Jolo. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala Go Biti Wanti Ke Kutuba Jumati Loli Ti Ashi. Amen. Muhammad Hassan. Muhammad Hassan Lati Jora Badia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وأما من آتوا واتقوا وقد كفر فصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى وأما من Jaka, بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب حسبك ترشيد الأطفال إجورا باديا محمد حسن والعصر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والحسر إن الإنسان لفي العسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاكم التعاصم حتى زلزل مقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها أين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية كبر الله الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء نزلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس سوجت وإذا
موهودات سهلت بها ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت حسبك منهل تعليم درم الأبدية خديجة سليمان سورة عبسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن أعمى وما أنا أقول لك
The preacher, that after this Ramadan, we should not go back to sin again. God will use this Ramadan to forgive each of us our sins and bless Nigeria for us. And the president of the country, may God be with him. He mentioned 11 points, but the summary of it all is that after Ramadan, you must continue with your good deeds. That is the summary. From number 1 to number 11, the summary is that after Ramadan, continue to do good. That is the level of piety that we have reached during Ramadan. We should not allow it to go down after Ramadan. Last few words. Yes, Mr. Teresa. I will be able to afford it. Oh, my God, you're so great. Oh, my God, you're so great.